ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز؟ فيديو اليوم مفاجآت جديدة عن عائلة الجمل، وهنعرف فيه العيلة قضت الاجازة فين، ومين اللي كانت بتكلم غزل في العربية، وحقيقة الولد اللي ظهر عند آية احلى، وحقيقة ظهور عبدالله زوج آية اكتر من مرة في الكاميرا، وكمان هنعرف ليه غزل كانت زعلانة في اول الرحلة وايه السبب، واخيرا هنعرف ليه ندى واحمد ما نزلوش تحدي امبارح عند الاميرة فيروز. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بالفندق اللي العيلة قضت فيه الاجازة، والحقيقة العيلة كل واحد راح لوحده اليوم في المكان اللي هو عاوزه، يعني الأسطورة وبرنس مصر راحوا البحر، ومستر أحمد وندى وأولادهم وأمنية قوة راحوا فندق برج العرب هيلتون، وغزل ويزن راحوا البسين مع والدهم عبدالله لمدة يوم. لكن الأجازة دي غير، لأنها أجازة تخص عائلة الجمل كلها ومعاهم الحاج صالح، وانتظروا مفاجأة في الفيديو اليوم، كملوا الفيديو عشان تعرفوها. وهنبدأ مين اللي راح مع مين. اولا الحاج صالح الجمل كان معاه آية احلى وغزل واولاده في عربيته، والاسطورة كان معاه عبدالله ويزن والحاجة هند وسلمى واولاده، واخيرا ندى واحمد كانوا مع اولادهم في العربية، وكمان برنس مصر كان مع مراته وبنته مكة. ودلوقتي هنعرف غزل كانت زعلانة من ايه في اول الرحلة. غزل كانت زعلانة من آية أحلى عشان كانت عاوزة تركب معاها في الكرسي اللي قدام جنبها، وآية مرضيتش وقالت لها خليكي في الكرسي الخلفي في العربية، عشان كده غزل كانت زعلانة. لكن لما شافت الفندق والبول فرحت جدا وبقت مبسوطة. وهنعرف حالا قصة ظهور عبدالله زوج آية في التصوير. والحقيقة قلنا في الفيديو اللي فات ان عبدالله زوج آية ما بيحبش يظهر على اليوتيوب، لكن في فلوج الاجازة عند آية احلى عبدالله ظهر في اكتر من مكان، مرة في البول ومرة كمان وهما بياكلوا في البوفيه. عبدالله ما عندوش مانع انه يظهر صدفة على الكاميرا، لكن مش عاوز يظهر بشكل مباشر على اليوتيوب، ده سبب عدم ظهوره مع آية احلى على قناتها. ومعانا دلوقتي هند بنت الأسطورة محمود الجمل، عرفنا انها تعبانة، ربنا يشفيها ويخليها لك يا أسطورة. ودلوقتي وحصريا هنعرف مين اللي كانت بتكلم غزل في العربية وقاعدة جنبها، وآية محبتش تجيب الكاميرا عليها. والحقيقة هي دي المفاجأة الغير متوقعة للفانز، والشخص ده بتكون زوجة الحاج صالح الجمل، لكن مش مسموح تظهر على الكاميرا او على اليوتيوب، والحاج صالح مشدد على كده مع كل العيلة، عشان كده آية احلى كانت مخلية بالها جدا عشان هي ما تظهرش في الكاميرا وعلى اليوتيوب، بيكون ابنها. والحاج صالح اكيد حر في حياته الشخصية، ربنا يسعده ويسعد كل عيلة الجمل، وياريت محدش من الفانز يسأل عنها تاني لانهم مش حابين اي كلام عنها على اليوتيوب، واحنا وكل الفانز بنحترم ده جدا، نحترم الحاج صالح الجمل وكل عيلة الجمل. ودلوقتي هنعرف برنس مصر كان لوحده ولا كانت معاه ندى مراته ومكة بنته. والحقيقة برنس مصر كانت معاه ندى ومكة، ولو لاحظتوا هتلاقوا قدامه وهو بياكل 3 اطباق وشنطة البحر بتاعت بيبي مكة، لكن في الوقت اللي كانت بتصور فيه آية احلى كانت ندى ومكة مش على الترابيزة. شفنا ندى بظهرها مع برنس مصر على البسين مع بنتهم مكة، وندى كانت لابسة مايو اخضر. والحقيقة احنا منتظرين ندى بفارغ الصبر عشان وحشتنا جدا. واخيرا هنعرف ليه مستر احمد ما عملش تحدي عند الاميرة فيروز امبارح، وده لان العيلة والاولاد الممثلين كان عندهم تصوير افلام كتير، وكان لازم يخلصوا الافلام عشان يروحوا الاجازة بتاعتهم، والوقت اتأخر، لكن ممكن يكون في تحديات متصورة من قبل وهيعرضها مستر احمد الايام الجاية. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش، وزي ما تعودنا مع فانز برنس مصر هنسأل سؤال الفانز اليوم، والسؤال هو اسطورة محمود الجمل بيشجع النادي الاهلي ولا الزمالك؟ شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات.
وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا نعيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم جدا. مع السلامة.